انا هنا طبعا سعد سمير واضح ان الراجل متابع كويس قوي وراصد التفاصيل اللي بتحصل، لكن انا هنا عايز اناقش صديقي العزيز مهيب عبد الهادي. بيقول لك لا، ما هو اللي هيقول وهو اللي بيحاسب على الفاتوره. لا لا خالص، في النهايه المذيع اللي قاعد على كرسي المذيع هو المسؤول. حتى لو الضيف ناهيك على انه اصلا اختيار الضيف معين بشكل انتقائي ما في توقيت ما، واضح هدفه ورايح فين. بس انا لو عندي ضيف اخطا في حق الاخرين او في حق الجماهير او في حق الثوابت العامه للمجتمع، انا لازم ارده، انا لازم ارده وارفض اللي قاله، ما امنش عليه على اساس ان هو اللي يدفع الفاتوره. لا لا خالص، دفع الفاتوره لمرسل الرساله نفسه، المذيع اللي قاعد على الكرسي هو المسؤول. كان عنده فرصة الاختيار فاختار سين تحديدا في توقيت معين، كمان يوجه له سؤال بهدف انه يصير منطقة ما تعمل الترند اللي كابتن شوبير قال جاي منه. في اسئلة بتتسأل على ثوابت، ثوابت مفهومة ومحفوظة عند الناس، بس نرجع ننقش فيها ونبدأ نسأل فيها علشان نعمل جدل بين الجماهير ونركب الترند. ده اللي بيحصل. ونرجع نلوم شباب السوشيال ميديا، مع انه شباب السوشيال ميديا تقريبا بيتغذى على الوجبه المسمومه اللي انتوا بتعملوها. الفيديوهات اللي بتطلع من البرامج هي اللي بتكون محل جدل وخلاف ونقاش وخناق بين الجماهير ديت وديت. الماده طالعه اساسا من عندكم، هذه بضاعتكم ردت اليكم. ونرجع نلوم الشباب ونرجع نشتكي من السوشيال ميديا واحنا اللي بنصنع ده، لانه فكره هو اللي بيحاسب على الفاتوره. لا، نتمنى ان الامور تكون واضحه شويه.